فيديو جديد مع الأستاذ أحمد بركات، هيقول لنا طريقة عمل الميكس بطريقته هو، والآلة اللي هو جايبها، المطحنة اللي هو جايبها من الكويت بيعمل بها الميكس، وطريقة التأكيل اللي هي بيستخدموها في تايلاند باستخدام مسدس. اعمل لايك للفيديو وتعالى نبدأ الفيديو للأستاذ أحمد بركات قبل ما يسافر إن شاء الله. انا لاحظت يا استاذ احمد ان ما شاء الله الزغاليل جايه تجري عليك، انت بتاكل الزغاليل يدوي؟ بدول طالعين يدوي، في منهم اللي طلع يعني ايه اخدته بعد ما صاحبي اخد الحمام، في منهم كان عمره مثلا 3 ايام زي ده كده، 4 5 ايام زي ده كده، زي ده ده كان لسه ما دبسش، ده واحد طلع منهم احمر، وكان لسه لحم خالص طلع احمر. انا ملاحظ ان هم متعودين عليك، اول ما شافوك جروا عليك انا عرفت ان هم بياكلوا يدوي من الطريقه دي، ان هم جايين يجروا عليك ما شاء الله، متعودين عليك وهم مش عايزين اهالي، ده بابا وماما. انا طيب. حاطط بس معاهم ده للتعليم بس عشان يعلمهم ايه، يعلمهم ياكلوا يعني، بس هم لسه صغيرين على الاكل افتكر، مش هيتعودوا. لا بياكلوا، بيلقطوا من كده ما شاء الله، بيلقطوا من الجوع بيلقطوا. تمام ما شاء الله. طيب الميكس اللي انت عامله بعد اذنك استاذ احمد، لا انت عامله ولا شريه؟ تقول لنا على كل حاجه. انا عامل الميكس، انا بجيب، بروح اللي هي المحمصه او من عند العطار، بجيب حمص، حمص الشام، وبجيب ترمس وحلب حصى، كله حصى، ما بجيبش مطحون عشان اطحن، لان المطحون ده اللي بيبقى موجود هناك ممكن يبقى مركون او حاجه يعني بقاله فتره، لما اجيبه طازه وبطحنه احسن. حمص وحلبه وترمس وعدس وفول صويا، وبحط عليهم شويه كلفه وشويه عيش ناشف. بتحط بكميات متساويه للحاجات المقادير دي؟ بس بزود اكتر في الصويا، الصويا اكتر لان البروتين بتاعه عالي. تمام. وبحط بقى شويه بصل بودر على توم بودر على شويه بهارات، خلطه بهارات كده انا عاملها، قرفه على جنزبيل على كركم، نقول معلقه صغيره مثلا من كل صنف من دول، يعني مثلا انا عامل جردل قد كده، مثلا ممكن احط لي فيه مثلا 3 4 معالق كبار من الحاجات دي، البودر اللي هي البهارات دي. بس انا بقى وانا بطحن بقى في المطحنه مع كل طحنه بقوم حاطط ايه ربع معلقه كده من البهارات دي. يتخلط خلطي. تمام تمام. بحط بقى ايه يعني في المطحنه، يعني لو نشوف المطحنه هنا ايه، دي انا جايبها مخصوص عشان طحن الاكل بتاع الحمام دي، ما شاء الله لو حطيت فيها طوبه تطحن. لما ده المفروض انها بتاعت بني ده استاذ احمد، دي بتاعت كل حاجه، دي بتطحن كل حاجه، المطحنه تعمل ميكس. ده انت جايبها من الكويت بقى وانت جاي، مش كده؟ لا ناس ممكن تفكر تجيبها برضو هنا، يعني دي بتطحن كل ما شاء حاجة. الله تاخد لها يجي نص كيلو مثلا في المره. تاخد نص كيلو، تاخد لها نص كيلو يا جماعه في المره، حلو قوي. بس انا لما بطحن بقى بحط من جميع المكونات في المره الواحده عشان المزج او الدامج حتى ما شاء الله يعني ايه. نشوف وده المنخل اللي انا بدخل بيه عشان الزغاليل اللي بقى. يا جماعه عامل الميكس، الاستاذ احمد عامل الميكس اهوت يدوي. عايزين لايك بقى عشان خاطر الاستاذ احمد، يعني احنا مش حاجه الميكس. وعندي طبعا لازم المايه الدافيه عشان الزغاليل، فانا جايب كاتل مخصوص ليهم اهو. لسه طالع الصبح انا ايه، لسه ماكله. شوف لو حد شافني ماسك الزغلول كده يقول له حرام عليه. الزغلول ما يتمسكش كده. ما شاء الله. تيجي تاكل الزغلول تمسكه كده عشان لما تمسكه من جسمه ريشه بيعجز، لما بيطلع ريشه بيعجز. ايوه. ده بقى له 4 ايام او 5 ايام. بقى له 5 ايام برضه اكل يدوي ما شاء الله. بس انا حاطه في الفقاس عشان درجه الحراره ثابته هنا 37 درجه. الزغلول هيكبر طول ما هو في الدفا يا استاذ احمد، من غير الدفا مش هيكبر. بس برضه هنرجع ونقول مش زي تاكيل الاهالي. طب ما احنا ده اللي احنا بنقوله، مفيش زي تاكيل الاهالي يا جماعه. تاكيل الاهالي. البيض هو على وشك ان هو يفقس. ما شاء الله، دي فقاسه البيض اللي هي، في ناس سالت انت هتبيع فقاسه البيض؟ انا كنت هبيعها بس رجعت كده كده ايه، يعني هتحتاج. في يوم من الايام هحتاجها تاني، وزي ما انت عارف كل حاجه. تمام، عشان الناس برضو اللي بتسال بس يبقى ايه، يبقى عارف. دي يا جماعه الزغاليل اللي هي متفقاسه في الفقاسه، اللي هي الاستاذ احمد كان جايبها في البدايه، متفقاسين كلهم في الفقاسه، ومأكلهم يدوي من اول يوم، مش كده يا استاذ احمد؟ ارجع للزغاليل مره تانيه بعد اذنك معلش. دي الفقاسه يا جماعه اللي هو مفقس فيها الزغاليل، اللي هي دي مش كده يا استاذ احمد؟ الزغاليل دي مش كلها طالعه في الفقاسه، اللي هم ان هم اللي طالعين بقى في الفقاسه، اللي انت مأكله من اول يوم في الفقاسه. ده
وده بس اللي هم الصغيرين شويه دول. ايوه التانيين دول كانوا لسه عمر 4 5 ايام زي الزغلول اللي احنا شفناه كبير دلوقتي. بدات تاكلهم يده ومن يومها. بس هم كانوا اكتر من كده يعني مات منهم حوالي 3 فردات كمان. يعني دول مات منهم حوالي 3 فردات. عشان كده احنا بنقول للناس ما فيش احسن من تاكيل الاهالي. بس في يا جماعه برضو إيه ما شاء الله القناه التايلانديه اللي احنا شفناها اللي هي بتاكل يدوي من اول يوم بيشتغلوا من اللي هو الانتاج المكثف للحمام. اللي بياكلوا يدوي من اول يوم دول يعني حتى المكان نفسه مجهز، الاوضه متبطنه من جوه بفوم حراري او عازل حراري، ومحطوط اجهزه كده بتطلع بخار، اجهزه بخار عشان تعمل رطوبه في المكان. والدفايات اللي موجوده في كل مكان والنظام نفسه. انا حتى هو عامل السلاكه تحس ان السلاكه حوالي 70 سم ارتفاع. لو انت حاطط فيها زغاليل مش يعني مش حاجه هتتجوز فيها يعني شويه زغاليل. نظام التهويه والتدفئه والرطوبه كمان الدرج بتاع السبله او الفضلات بينه وبين المكان بتاع الحمام حوالي 40 سم 30 سم عشان يبقى بعيد عشان الريحه والامونيا والكلام ده تحافظ على الحمام، لان هو مشغل بخار ومشغل تدفئه عاليه زياده. ايوه طبعا. فهي هتعمل يعني الميكس بتاعهم ده بيشتروه شكايه. ده اللي نفسي اعرف الميكس بتاعهم ده ايه اللي ما بيعملش مشاكل. اللي انا شفته بياكل من اول يوم لاخر يوم والزغاليل بتيجي في الميكس بقى. الزغاليل هو عامل خرطوم كده استاذ احمد بكمبروسر من بعيد. انا مجهز الكلام ده كله بس كنت عامل حساب ان انا هقعد نهائي بقى واشتغل، بس ايه هنستنى شويه كمان. يعني عايزين تشرح بس يعني ايه هو فكره الخرطوم اللي هو بيستخدمه ده. بستله ميه اللي هي بتاعت الكولدير اللي هي الميه اللي بتعبيها وبتقلبها في الثلاجه دي. وفاتحها من تحت وفاتحها من فوق تمام، عاملها زي خزان كده. وموصل الموتور من تحت بيها على اساس يسحب. وفي الراجع بتاع الموتور لو شفتها مقلوبه كده عامله زي ايدي كده بالظبط، ده الراجع بتاع الموتور. بحيث ان هو ما بيشغل الموتور ياخد الميه من هنا ويضخها كده، ياخد الميه ويضخها، وعامل محبس بحيث ان هو يقلل ويزود القوه بتاعت الدفع بتاعت الموتور اللي خارجه من الموتور زي الحنفيه. انت في النهايه الخرطوم ده بيطلع له ايه؟ الميكس. بيطلع الميكس بقى، بيجي يحط كده الخرطوم يجي الزغاليل دي هي تجي عليه كده يقوم حاطط في بقها، يقوم حاطط الزغاليل عارفه كمان يحط في بقها. الزغلول نفسه بيتعود بيفتح. الزغلول عارف ان ده اللي بياكله او ده الاكل بتاعه، هو بيفتح لوحده مش كده؟ ايوه بالظبط كده، هو جاي لك اهو. الزغلول جاي لك عايز ياكل اهو لان متعود ان انت بتاكل. شوف الزغلول نفسه بيفتح بقه. ما شاء الله. شوف هو عارف، هو اتعود، هو فاتح بقه. ما شاء الله. انا مش عامل فيه حاجه، هو فاتح بقه. عارف ان عارف ان هياكله. ما شاء الله، هي دي نفس الفكره. احنا عايزين نشوفها انت عاملها يا استاذ احمد. هعملها ان شاء الله. عايزين نشوفك وانت عاملها لما تيجي الاجازه الجايه ان شاء الله تكون عملتها. هو بيستخدم جيب شطافه بتاعت تكرم حمامات. ومعدلها، عامل فيها تعديل. هي فكره حلوه على فكره يعني. بس انا جايب بقى الفكره اللي هي الايه عشان يحطها في بق الزغاليل. ايوه. الناس الثانيه بقى في مسدس بيتباع. مسدس رش ميه اصلا لغسيل السيارات. جايبينه بس نوع معين من المسدسات، لان القلب بيفرق. القلب بتاع المسدس هو ضيق مش هيعدي الميكس، هيتراكم جواه وهيتكتم. ففي نوع من مسدسات القلب بتاعه من جوه واسع شويه وليه بوز زي السرنجه. جهزت العده دي ولا لسه؟ جاهزه والله، موجوده عند قاسم المدني. مش عارف توريها لنا يا استاذ احمد، كنا شفناها هناك لسه يعني. هبعت لك صورتها. هبعت لك ان شاء الله. ان شاء الله ببعت صورتها هنحطها في الفيديو. حاضر. ده باذن الله. طيب لايك كبير بقى للاستاذ احمد عشان نكتفي بيه. انا عندي في التليفون فوق هبعتها لك على طول النهارده ان شاء الله. قول لهم يعملوا لايك عشان نقفل الفيديو ده. لايك، وان شاء الله الفيديوهات مستمره حتى من هناك في الكويت، بنسجل مع الحاج مصطفى باذن الله. ربنا يبارك فيك يا استاذ. الحاج حسين هناك ونعمل معاه لقاء كده باذن الله، وربنا ييسر، واللي عايز حاجه ان شاء الله نحاول ان احنا نساعد الناس فيها باذن الله. شاكرين يا استاذ احمد، ونشوفك في فيديو جديد ان شاء الله. نشوفكم على خير بقى باذن الله. دعواتكم ان شاء الله نسافر الاسبوع الجاي باذن الله. باذن الله ان شاء الله.